الناس في سعيهم إلى ربهم يتفاوتون. ولو جعلت صلاة الجماعة في الفجر مضرب مثل، هناك من يأتي قبل المؤذن، وهناك من يأتي بعد الأذان، وهناك من يأتي على تكبيرة الإحرام، وهناك من يدرك منها ركعة، وهناك من يدرك منها تسليمة، وهناك من يأتي وقد صلى الناس، وهناك من لا يأتي يصلي في بيته، وهناك من عياذا بالله، وهذا لا أظن مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر يصنعه، من لا يصلي. هل يتصور أن يكون مرور هؤلاء جميعا على الصراط حال واحدة؟ لا، حاشا لله. ما ظن الجاهلية؟ ظن الجاهلية أن تظن بالله أن هؤلاء جميعا سيكون سيرهم على الصراط واحدة، محال. هذا معنى من معاني قول الله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. لا يمكن أن يستووا بين يدي الله، لا يمكن أن يكون عبورهم على الصراط واحدة. وقس على صلاة الفجر الكثير من الطاعات والكثير من أفعال الخيرات والكثير من الأعمال الصالحات. رجل يعادى فيكظم الغيظ، ما به عجز أن ينتصر، لكنه يرجو ما عند الله ويتذكر قول الله فمن عفا وأصلح. ورجل يبادر ويصبح لا له ولا عليه، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ورجل يظلم ويسرف ويفحش في القول ويفجر في الخطاب لمجرد أنه أوذي إيذاء يسيرا، وكذلك هؤلاء لا يمكن أن يستووا في أن يتماثلوا في مشيهم على الصراط.